السلام عليكم. شهد عام 2021 العديد من الأحداث الصاخبة والمثيرة على مستوى العالم التي سيبقى أثرها عدة سنوات. العالم العربي ليس استثناء في ذلك، إذ تعددت الأحداث التي أعادت تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي في المنطقة العربية، سنتناولها في تقريرنا الآتي. ولكن لابد من ذلك من طرح عدة تساؤلات. هل يحمل العام الجديد مفاجآت للشعوب العربية؟ ما هي أبرز الأحداث الإيجابية والسلبية التي حدثت في العام الماضي؟ هل ما جرى في دولنا العربية يعد عام نهضة وتطور أم إخفاق؟ هل توجد منجزات سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك تعود بالنفع للمجتمع العربي؟ هل تقدم وطننا العربي أم تراجع؟ أما زال يراوح في مكانه؟ طبعا إذا ما أمعنا النظر بالأحداث التي طرأت خلال عام 2021. هذه المحاور سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، والذي يحمل عنوان العالم العربي على أعتاب عام جديد، حيث سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الدكتور خيري عمر، الباحث في دراسات الشرق الأوسط. دكتور خيري، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياك الله. وسيكون معنا عبر سكايب من أمستردام الدكتور أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية. دكتور أسامة، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. وقبل البدء في النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. أيام قليلة تفصل العالم العربي عن انقضاء سنة ازدحمت أيامها بالأحداث التي ربما ستمتد تداعياتها لسنوات قادمة. مع بدايات العام 2021 عقدت في مدينة العلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي، والتي أعلن في بيانها الختامي عن انتهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الطبيعية بين دول المجلس لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون ونبذ الخلافات بعد سنوات أربع من الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين. ومضت أيام العام لتشهد حربا صهيونية جديدة على قطاع غزة في سياق تداعيات أزمة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومحاولات الاحتلال تهجير سكانه، إلا أن الحرب هذه المرة شهدت تطورات بشأن الصراع مع الاحتلال الصهيوني وصفها محللون بالاستراتيجية، إذ اشتعلت المواجهات في الأراضي المحتلة عام 1948 فضلاً عن عجز القبة الحديدية أمام كثافة القصف الصاروخي لكتائب المقاومة الفلسطينية في غزة. أما تونس التي شهدت ولادة ثورات الربيع العربي قبل نحو عقد من الزمان، فقد كانت على موعد مع أزمة سياسية خانقة بدأت بقرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما وصفه معارضون له بالانقلاب على الدستور، وهي الأزمة التي لا تزال تطوراتها تتتابع حتى اليوم. وإلى العراق الذي شهد انتخابات نيابية مبكرة قطعتها الغالبية العظمى من الشعب العراقي، فإذ بالأحزاب الخاسرة في هذه الانتخابات والتي تمثل الميليشيات الموالية لإيران ترفض القبول بنتائج الانتخابات، ليصاب المشهد السياسي في العراق بالشلل وسط مخاوف من انفلات الأوضاع نحو صراع مسلح بين الميليشيات التابعة للأحزاب الفائزة والخاسرة في الانتخابات. وفي السودان تفاقمت الأزمة بين مكوني سلطة المرحلة الانتقالية، فقرر العسكريون حل المجلس السيادي المشترك مع المدنيين والانفراد بالسلطة قبل أن تشتعل الشوارع بالتظاهرات التي دفعت نحو اتفاق مشاركة جديد بين العسكريين والمدنيين، إلا أن الاتفاق لم يحظ حتى اليوم بالدعم الكامل من جانب القوى المدنية التي ما زالت تتظاهر رفضاً لانفراد العسكريين بالسلطة. في المحصلة فإن العام 2021 قد خلف للعام المقبل تركة ثقيلة من الأزمات وتداعياتها، لا سيما في ظل استمرار الأزمات في اليمن ولبنان وسوريا وليبيا، ما يعني أن العالم العربي ربما عليه أن يكون أكثر استعدادا لمواجهة تداعيات أزمات صنعتها بالأساس طبقاته الحاكمة.
إذا مشاهدينا الكرام، نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع العالم العربي على أعتاب عام جديد. دكتور خيري، أجدد الترحيب بكم. نبدأ من قمة العلا والمصالحة الخليجية التي أنهت 3 سنوات من القطيعة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، لكن كيف وجدتموها من ناحية التعاضد والتكاتف العربي؟ بداية يمكننا تقييم ما حدث ليس على 3 سنوات فقط أو 4 سنوات، ولكن يمكن على 10 سنوات. نعم. وفي تقديري أن 10 سنوات هي كافية لأن تكون تبلور المكونات أو الميكانيزمات الخاصة بها للمرحلة التالية. وخلال هذه 10 سنوات حدث أن هناك دول انفرطت وحكومات لم تعد تستطيع السيطرة على البلاد. لا. وأيضا هناك دول استعادت وضعها التقليدي كالجزائر ومصر والعربية السعودية وإلى حد ما كل طيب. هذه الأمور. وما حدث في قمة العلا في تقديري هو إعادة تكوين قاطرة التغيير في العالم العربي. وأن قاطرة التغيير في هذه المرحلة هي ترتكز بالأساس على التحالف أو التقارب بين مصر ودول الخليج. نعم. وأعتقد أنه يمكن أن يكون أقوى إذا ما تضامنت تركيا مع هذا التحالف. وبالتالي نحن هنا أمام أن قمة العلا هي ليست حدثا تقليديا في الاجتماعات الخليجية، لكنها هي بالأساس هي حاولت أن تكون تجمع الخليج ثم حلفاء الخليج. نعم. وبالتالي هنا القضية الأساسية هنا، هل يمكن أن يمثل هذا التحالف أو هذه القمة نقطة بداية لمرحلة أخرى؟ أعتقد أن المشاهدات خلال الشهور الماضية يعني منذ يناير 2020 وحتى الآن هي تشير إلى أن هناك طرق فتحت كانت مغلقة في السابق. يعني كان آخرها التواصل السياسي على مستوى القمة بين تركيا والإمارات. وهناك احتمالات أيضا مع مصر، وهناك احتمالات أيضا أن تكون كل هذه الكتلة متجانسة في قراراتها السياسية وفي توجهاتها. يعني مثلا من كان يتصور منذ عام 2017 أن يتقابل الأمير تميم مع الرئيس السيسي، وأيضا هناك مناقشات كثيرة على احتمالية تطوير هذه العلاقات فيه. وبالتالي ما يمكن أن نناقشه، إذا استعرضنا بيان قمة العلا يمكن أن نلاحظ أنه تناول كثير من القضايا العربية والقضية الفلسطينية وقضية العلاقات الخليجية فيما بينها والخليج مع الآخر والمراقبين. بالتالي نحن هنا أمام كارتل أو تجمع يمكن أن يشكل أو يساهم في تشكيل المرحلة القادمة. طيب دكتور، هنا في هذا السياق، هل نحن بحاجة إلى زعيم عربي كعبد الناصر يوحد كلمة الأمة في هذه المرحلة؟ هو يمكن أن نقسم الزعيم على زعماء، ليس شرطا، لأن هناك ليس في الوضع الحالي ليس هناك نظرية، لا نظرية قومية عربية ولا نظرية إسلامية ولا من يعني أقصد نظرية متكاملة تحملها حركة سياسية مثلا زي حركة القومية العرب. نعم. التي قادت أو حركة البعث التي قادت الحراك في وقت ما. نعم. وبالتالي هنا نحن هنا البديل هنا يكون التوافق بين الدول العربية وبين الشعوب، بحيث تكون هناك تجميع قوة الدولة أو قوة الدول وتكون متمثلة في حكومات منتخبة تتمتع بالشرعية أو الشرعية القانونية أو الشرعية السياسية. وبالتالي هنا نحن هنا أمام هي في تقديري هي ما زالت معضلة، لأن الآن نتكلم عن يعني 5 دول في الخليج. نعم. والجزائر ومصر. نعم. بعد ذلك ولحد ما الأردن، وبعد ذلك كل الدول في مشاكل داخلية. وبالتالي نحن هنا إذا أردنا أن نكون هناك مستقبل واضح للعالم العربي لابد من خطط إسعافات كيف تحل المشكلة الليبية والتونسية والسودانية. طيب. والسورية أيضا. نعم. واللبنانية. نحن هنا أمام معضلة لا يمكن أن تتقدم وكل هذه الثغرات أو الفجوات موجودة. وبالتالي نحن في نقاش، هل يمكن أن تتطور العلاقات الخليجية المصرية التركية إلى أن تشكل قاعدة جديدة أو إطارا جديدا للعلاقات في العالم العربي؟ طيب. أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش. طيب. دكتور أسامة، أجدد الترحيب بكم. نتحول إلى الشأن السوري. مع الأسف يعني كما تعرفون يدخل المفاوضون في جولات من المفاوضات، ولكن لا شيء على أرض الواقع. الحرب مستمرة، سقوط المزيد من الأبرياء، نزوح وهجرة الملايين. ما المطلوب من المفاوضين في العام القادم دكتور أسامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي
يعني أن أتحدث قليلا عن المقدمة والتساؤلات العريضة نعم التي يعني ذكرتموها أنتم قبل أن أنتقل إلى الشأن السوري. نحن بلا شك في هذا العام نستمر في أمور أساسية ومحورية، وهي وجود تحالف للرذيلة إن صحت التسمية، أو إذا كان هذا المصطلح يصلح يكون مصطلح سياسي. هناك تحالف للرذيلة بمعنى الحكام المستبدون، ومن وأدوات هؤلاء من مؤسسات دينية مجمركة تابعة لهذه الدول تفتي لهم، تفتي للحكام وإلى ما هناك. نحن أمام تحالف المجرمين الذين يعني يستخدمون القضاء الحكم على الناس الأبرياء وأصحاب الحقوق يعني ويحكمون بالإعدامات وكذا. نحن أمام تحالف رذيلة فيه إيران، إيران التي تفكك المجتمعات وتغير البنية داخل الدول، داخل العراق فعلت ما فعلت، داخل سوريا تفعل ما تفعل طيب وتنجز. تحالف الرذيلة، عفوا في دقيقة واحدة، تحالف الرذيلة ينجز، والفاعل الوحيد غير الحكام اللي أغلبهم وظيفيون، هؤلاء وضعوا لتدمير هذه الشعوب. جدا يعني نستطرد في هذا الموضوع كثيرا، ولكن هذه الحكومات الوظيفية نعرفها هي ليست فاعلة، هي مأمورة ودورها هش للغاية وتنفذ ما يملى عليها في القضايا الرئيسية. طيب كان هناك حركة للشعب عفوا نعم ما يسمى بالربيع العربي، أصبح شعب فاعلا، ولكن ما حصل من موجة مضادة لهذه الشعوب التي تحركت وصلت في هذا العام في 2021 إلى مستويات خطيرة جدا تهدد بزوال كيان ما يسمى بالوطن العربي وروح الوطن العربي وقيم الوطن العربي. نحن أمام عنوان عريض في حلقتكم هذه العظيمة، عنوان عريض كبير جدا في الشأن السوري. هناك أنا أقول لك إيجابية أن هناك من يستمر في هذه الثورة. نحن على الأرض أمام احتلالين، إيراني نعم وروسي. نعم احتلال ليس أمامنا تجاه الاحتلال إلا حرب تحرير، لأنه هذا احتلال استعمار. وهناك أمر آخر في الخارج، مهزلة تتكرر، نعم التي هي موضوع سؤالك، أن هؤلاء يعني يستدعون إلى الاستانة وإلى سوتشي من قبل. هؤلاء يسمون أنفسهم معارضون، والغريب بالموضوع أنهم يوجهون بكل بساطة البارحة الشكر للروس، للدور الروسي، من أحمد طعمة بدون ذكر أسماء، أحمد طعمة هذا أدخله في مواجهة مع كل المتمسكين بالثورة السورية، وأنا أتكلم هنا عن ملايين. والمتتبع لوسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات الثوار وحتى المظاهرات التي تخرج في الداخل وفي الخارج، نعم كل الثوار والثابتون يعتبرون أمثال أحمد طعمة يعني إنسان قد خان قضية شعبه، يوجه ويلتقط صور هو وغيره طبعا دكتور مع لافروف. دكتور عفوا آسف للمقاطعة، ولكن الخلل في المفاوضين، هناك خلل؟ هناك خلل خطير، لأن هؤلاء ليس لديهم شرعية، الشرعية تكون بالانتخاب. طيب وعرضنا من 2011 أمام كل من يسمي نفسه معارض أنه نجمع من هم ضد بشار الأسد حتى بالوسائل الإلكترونية، وكان هنا هذا فيه تفصيل كبير جدا، حتى يكون هناك من ينتخبه الشعب السوري المنتفض العظيم، ينتخب مجموعة من 50 من 60، لكن العدد الذي ينتخب هؤلاء سيكون عدد كبير يضفي الشرعية إذا كان هناك شيء مرتب. وفعلنا ذلك، فعلنا يعني رتبنا الأمور، لكنهم يفرون من هذه القضية، قضية الانتخاب، لأنهم أصلا هم يعني لا يرجون الديمقراطية، وحتى الديمقراط لا يفعلونها فيما بينهم. الكارثة كبيرة جدا، هؤلاء تابعون لدول لا يخفى على أحد، تابعون فلان تابع لدولة إقليمية أو دولة كبرى، كلهم وضعتهم دول أو رضيت الدول بموقعهم الذي لا يفعل شيء سوى يعطي الوقت للعدو، نسميه العدو الروسي الإيراني والشراذم من تبقى مع بشار الأسد. المسألة السورية أخطر من أن نجملها هكذا بهذه السرعة، ولكن نعم أنا أتكلم حتى عن الإعلاميين. ما اسمح لي أنه حتى الإعلامي عندما يستخف مثل أحمد طعمة بالثوار السوريين، الثوار نعم السوريون ألقموه يعني الحجارة من طيب قبل يعني وأسكتوه وفضح من سنوات، يعني طيب عن دكتور سبع أستاذ سنوات. طيب أما الإعلاميون يعني فهناك عملية يعني
اسف اسلام لم اجد غيرها، انه استحمار للاعلاميين، يعني لم اجد من الاعلاميين في المؤتمر الصحفي من يقول له تعال بس فهمني شلون انت عم تشكر من يدير عمليه القتل في سوريا، لانه في سوريا. روسيا هي تدير حتى على الارض، تدير خبرائها والمعلومات التي تعطيها بما يسمى بالمنظومه الجويه الفضائيه الروسيه، تعطي المعلومات للذين هم على الارض الايرانيين وغيرهم الشرادم ليفعلوا ما يفعلوا، اذا تدير العمل العسكري وياتي شخص الحقيقه هو يعني يستحمر، ليست هو اليوم يستحمر الذي تبعه من الاعلاميين. طيب دكتور خيري، اذا ما ناقشنا ايضا الشان الفلسطيني، الكثير يرون ان العدوان الصهيوني على قطاع غزه والرد الموجع من قبل كتائب عز الدين القسام هو اهم حدث عربي لعام 2021. تتفق مع هذه الرؤيه؟ هل هو اهم حدث عربي؟ هو من الاحداث المهمه، واعتقد ان القضيه الاساسيه هي كانت ليس فقط محاوله اخلاء او طرد سكان حي الشيخ الجراح، لكن ان اسرائيل كانت تتجه الى العدوان على المسجد الاقصى، واعتقد ان هذا هو الذي يعني جمع الشعوب العربيه وجمع الحكام ووضع اسرائيل في الزاويه ومنعها من ان تتطور في هذا الجانب. يعني مثلا لا يمكن فهم موقف كل كثير من الدول العربيه الا من خلال المسجد الاقصى بالذات، يعني باعتبار انها هي يعني وفقا لمقولات المبادرة العربية وغيرها هي تهدم أي فرصة للتفاهم على أي شيء، وأنها تريد أن تكسر العرب والمسلمين في هذه القضية. وبالتالي هنا كان رد المقاومة في قطاع غزة كان ردا حاسما وواضحا، بحيث أنه لم تستطع إسرائيل التمادي في العدوان على المسجد الأقصى، وأيضا لم تستطع أن يعني تحتل قطاع غزة أو تجهد الكثير من الأمور. اللافت في هذا الموضوع هو نوعية الوساطات التي ظهرت في تلك الفترة، خصوصا من مصر وقطر، باعتبار أنها وفرت مظلة للحد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث أنه لم تنتظر حتى يحدث كثير من الهدم أو يحدث كثير من القتل أو غيره. بمعنى أن الوساطة كانت في هذه المرحلة كانت مهمة وكانت مختلفة عن عام 2014، وبالتالي هنا القضية الأساسية هي أن ما حدث في مايو 2021 هو كان إعادة تشكيل الثقافة السياسية لدى كثير من الأجيال الجديدة والنخب، وأيضا إعادة بعض المواقف العربية إلى نقطة المنتصف، بحيث أنها كانت هناك كان مسار تطبيعي ماشي على درجة واسعة، يعني ليس هناك كابح له أو كان بدون شروط، يعني هناك ما زال مستمر، لكن في الأخير طرح هذه الحرب طرحت رأيا آخر يقول أن القضية الفلسطينية هي صارت يعني جزءا مهما من اهتمامات المسلمين والعالم العربي. يعني مثلا هناك مثلا المسألة السورية، المسألة الليبية، اليمنية وهكذا، وكان هناك نقاش هل القضية الفلسطينية تراجعت نقطة أو نقطتين أو الخلف، لكنها هو كل هذه القضايا أعتقد أنها متماثلة، والفلسطينية هي لها نوع من المحورية أو الجوهرية في إدارة الصراع أكبر من المنطقة العربية. وبالتالي هنا نحن هنا أعتقد أن ما أثير بسبب هذه الحرب يمكن أن يبنى عليه في حركة تحرر وطني، يمكن أن يبنى عليه في طرح تصورات سياسية أو غير سياسية لتسويات يعني نهائية أو تسويات عادلة إلى حد ما، بحسب التنافسية وحسب التزاحم وحسب التدافع وكل هذه الأمور. طيب أعتقد يمكن أن يبنى عليه. لكن المسألة الأولى والمهمة أنه بعد مثلا 40 سنة أو من اتفاقية السلام وهكذا، ظهر أن الأجيال الجديدة ليست بعيدة عن الوعي السابق في ولا تعترف بكل مفاوضات وتوقيع السلام مع الإسرائيل مع الكيان الصهيوني، الثقافة السياسية للشعوب. طيب أصلاً. طيب جميل. دكتور أسامة، ذكرت في معرض كلامكم إيران وتوغلها في سوريا، ولكن إذا ما ناقشنا الشأن اليمني، الأزمة اليمنية أيضا لا حل يلوح في الأفق، ولكن إلى متى يعني تبقى إيران متوغلة في المنطقة العربية وأيضا تبتلع العواصم الواحدة تلو الأخرى ولا رادع لذلك التوغل والنفوذ؟ تفضل أستاذ أسامة. يعني كشعوب، هناك الشعب السوري المنتفض العظيم الذي واجه ميليشيات وأذرع إيران
حزب ايران في لبنان والفاطميون والزينبيون، وتعلمون كل هذه التفاصيل. هذه المواجهه، اذا العنصر البشري موجود، لكن موقف السعوديه موقف متردد، لم تدعم. نحن امام مصطلحات لابد ان نستخدمها، لان ايران تستخدم مصطلح التشيع، هو تشيع الصفوي. نحن نتكلم عن ان هناك امر نحن نلمسه في سوريا وفي العراق وحتى في دول اخرى. المهم نحن امام مواجهه لاستئصال اهل السنه في المنطقه في العراق وفي سوريا، وعمليه التشييع بين قوسين الصفوي تتم على قدم وساق بشكل خطير. الارقام تريدنا بشكل خطير في شرق سوريا، من الحدود من البوكمال الى داخل دير الزور، شمال دير الزور، حول دمشق، حول حلب، حتى في مناطق ريفيه في حماه، في حمص، في كل مكان هناك حمله استئصال كامله. نريد ان نبلغ المشاهد الكريم بان هناك الان على الارض السوريه ما يسميه النظام توازن، يعني هناك من اهل السنه اليوم اقل من 50%، الذي هجر وقتل وكذا الى اخره، وهناك ما يزيد قليلا عن 50% من الطوائف ومن الصفويين. فاذا حصل هناك تغيير خطير على المدى البعيد، على المدى البعيد اذا التغيير الديموغرافي، التغيير يطال العقارات بشكل خطير، تجنيس وتسليم لعقارات بين قوسين لمعارضين وبين قوسين لثوار وبين قوسين لمهجرين من مناطقهم، مناطق مهدومه تعطى هذه المناطق لميليشيات ولمجنسين تابعين لايران. الكارثه كبيره جدا. نحن نتلمس هذا الدور الايراني كل يوم بدمائنا، بدماء نسائنا واطفالنا الى اخره. هناك امر مهم نكرره، نوضحه للمشاهد، ان دور السعوديه، وارسلنا هذا الكلام لصناع القرار داخل السعوديه، ارسلناه في وقتها قبل التدخل باليمن، قبل الورطه مع منطقه، مع احترامنا لليمنيين، لكن هذه المنطقه ليست استراتيجيه. طيب طبعا لابد من توقف، عفوا بس دقيقه واحده، انه توقيف الزحف الايراني في اليمن مهم، لكن المعركة ضد إيران استراتيجيا كان يجب أن تكون في سوريا. الدعم السعودي لأهل السنة بين قوسين في سوريا خاصة كان قليل محدود، ولم يكن مفتوح لدرجة كنا نستطيع أن ننتصر على إيران وأن نردعها. أنت تكلمت بكلمة جميلة، قلت الردع، ما لها رادع، الرادع هو يحتاج قوة بشرية موجودة عندنا في سوريا كانت وما زالت، ودعم مادي. الدعم المادي لا يكون يعني شيء بسيط، لأن الأمر واسع، وإيران تدخل بأموالها وباقتصادها وبالمجندين المغسولين الأدمغة تدخلهم إلى المنطقة. طيب ليبيدوا على السنة والجماعة. طيب دكتور خيري، في الشأن التونسي، في تونس اتخذ الرئيس قيس سعيد يعني تدابير استثنائية، تشمل هذه التدابير تعليق عمل البرلمان مدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، وحل الحكومة استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي. هل هذه الإجراءات انقلاب على الديمقراطية أم تصحيح مسار؟ هو يعني تعقيدا للملف السوري، أعتقد أنه حدث خطأ يعني منذ سنوات، وأنه لم يكن هناك تمييز بين حكومات الحكومة الائتلافية أو المعارضة وبين الثوار، وأعتقد أنه باستمرار هذا الخلط يعني سوف لا يحدث شيء مهم. يعني فيما يتعلق بتونس، أعتقد أن المشكلة هي منذ صياغة الدستور في 2014 لم يكن هناك وضوح في إلى أي نظام يمكن أن ننتقل. طيب. وبالتالي حدث نوع من الدستور يعني المفتوح جدا، بحيث أن مسألة المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية لم يلتفت إليها مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب لن تشكل. وبالتالي عندما عرضوها على قيس سعيد قال لهم كان من الممكن تشكيل هذه اللجنه، هذه المحكمه في السابق، اما الان لست معني بتشكيلها. طيب. بمعنى ان النظام السياسي في تونس بعد الدوره الانتخابيه الاولى وصل لمرحله اختناق، وليس هناك من يملك او يستطيع الحسم. يعني تركيبه البرلمان اكبر قوه فيه 17% او 18%، وبالتالي هنا هذا البرلمان مشتت ومتناكف.
ولا يستطيع اتخاذ أي قرار، وبالتالي هذا ترك الساحة للسلطة التنفيذية سواء الحكومات رؤساء الوزارات أو الإدارة، لأن تكون هناك كسل في الإدارة في إدارة الدولة. نعم. الكسل أدى لفساد بالطبع. طبعا الاستناد قس سعيد للمادة 80 أعتقد هو تفسير متعسف، تعسف في التفسير أو توسع في التفسير جدا. الخلفية وراءه هو الإطاحة بالبرلمان والإطاحة بالمكونات المدنية، طيب، باعتبار أنها لا تستطيع العمل وهكذا. بالتالي هي المشكلة من جانبين. الجانب الأول هو أن الأحزاب ليس هناك بينها قاسم مشترك، بالتالي حدث توقفت. يعني مثلا حزب الحزب الحر الدستوري بقيادة عبير، لا تذكر موسى اسمها، موسى، عبير موسى، تستطيع تعطيل البرلمان ب 17 نائب تقريبا يعني. نعم. وبالتالي هذا برلمان ضعيف، وبالتالي لا يستطيع تسيير الدولة أو إصدار التشريعات اللازمة أو تشكيل الحكومة أو هكذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن قس سعيد أعتقد في تقديري من خلال ممارساته أن هو ليس وحده، وهو يمثل جهة ما لم تكن واضحة حتى ليست واضحة حتى الآن. نعم. حتى الآن، والتي تمنحه هذه القوة لكي يأخذ خطوات حتى الاستفتاء على تعديل الدستور. نعم. وبالتالي نحن هنا أمام المشكلة الأساسية، هي لماذا لم تستطع الديمقراطية حماية نفسها. نعم. وبالتالي هذا هو التحدي. يعني خطابات، يعني هناك مقالات لرشد الغنوشي والمكتب التنفيذي وهكذا، فقالوا أن هناك اختناق، ونحن نطالب ببعض الإصلاحات وبعض السماحيات. وبالتالي هناك يعني الخطابات الأحزاب كلها ليست فيها رؤية. هناك من يرحب بقرارات سعيد، نعم، ومن لا يستطيع الاعتراض عليها، ومن يعترض عليها ويراها أنها مسار إصلاحي. طيب. وبالتالي هنا المسألة من كل هذا النقاش، هل يستطيع التنسيون إعادة طرح مسار سياسي آخر؟ هذا أعتقد أن هذا هو السؤال الذي يمكن أن يطرح، وخصوصا هناك اعتراضات على الاستفتاء. وهناك اعتراضات، يعني اعتقد مشروع كيس سعيد او تفكيره على الاقل، هو ليس مشروع، لن يمر بسهوله. طيب. لكن هل هذه الصعوبات يمكن ان تؤدي الى نظام مستقر؟ هذا اعتقد. طيب دكتور اسامه، من اهم الاحداث التي طرات في عام 2021 هو هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة. سأناقش معكم هذا الموضوع، ولكن دعوني أذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة. أهلا بكم من جديد ضيوفنا مشاهدينا الكرام. نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع العالم العربي على أعتاب عام جديد. دكتور أسامة، مرحبا بكم من جديد. يعني الخبر المفرح الذي لم يدم طويلا هو هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة، ولكن يعني لماذا كمجتمع عربي كوطن عربي شعرنا بالفخر والنشوة، ولماذا شعر الاحتلال الصهيوني بالفزع والخوف؟ ما سبب في ذلك؟ هل أننا يعني لم نرى الانتصارات منذ أمد بعيد لذلك شعرنا بالفرح أكثر من اللازم؟ نعم، ممكن ذلك، ولكن نحن أمام معجزة المواجهة بين العدو الصهيوني وما بين الفلسطينيين. نحن أمام معجزة. هذا الأمر الذي تم بخرق كل افتراءات هذا السجن العصي على الهرب وعصي على كل المحاولات، هذا ضمن المعجزة الفلسطينية، هذا ضمن المواجهة التي حصلت. صار فيها توازن الربع، صار فيها توازن كامل عسكري، وهناك أمر مدهش للغاية. المعجزة الفلسطينية تتكرر تستمر عبر السنوات، ونشير إلى أن ليس لها علاقة أبدا بالحكام
ولا بالحكومات العربية الوظيفية، إنما هي جهد شعبي بالدرجة الأساس، منظم متقن، فيه من التقنيات العسكرية شيء مدهش. تتكلم إسرائيل عن مترو غزة، تتكلم عن مدينة كاملة مثل غزة تحت الأرض، تتكلم عن أشياء هي عجزت مع العلم أنها استخدمت أفضل التقنيات ليس في الولايات المتحدة في كل العالم، جلبت كل التقنيات العسكرية. هذا الشعب يعني نحن أمام أمر واضح، هذا القول الذي قيل للدعابة وهو يبدو أنه حقيقي، إسرائيل سيطرت على كل الدول العربية بالتطبيع وغير ذلك، نعم. وتحاول إلى الآن منذ 70 سنة أن تسيطر على فلسطين وتعجز. فعلا هذه القول صحيح، وإسرائيل في وضع، إذا استثنينا القيم واستثنينا أهداف الأمة العربية وأنها قضية مركزية قضية فلسطين، نقول كمراقبين ومحللين أن إسرائيل ليست في وضع تحسد عليه لا عسكريا ولا اجتماعيا. اليوم عدد الفلسطينيين في داخل 48 وخارج 48 عددهم يفوق عدد اليهود في فلسطين الجغرافية. نحن أمام شيء واضح، هذه معجزة فلسطينية. نعم. شعب الجبارين كما قال ياسر عرفات رحمه الله، قال عن شعب الجبارين وهؤلاء فعلا شعب من الجبارين، وأنوه أن هذه البطولات ليس لها علاقة بامتداد مع إيران أو امتداد مع ممولين معينين، هذه بطولات فردية تتكرر، وهؤلاء شعب يعني الجميع يوجه له التحية، ونحن طبعا أولى بأن نوجه له التحية وأن نكون معه بما نستطيع. هذا شعب نتاج شعبي الوحيد الفاعل، والشعب العربي الذي حاول بانتفاضاته، وهذا الشعب الفلسطيني أيضا يحقق النجاح العظيم بهذا الفعل وبالتصدي بالمجمل استراتيجيا. يعني أوقف إسرائيل، أصبح أبو عبيدة الناطق باسم القساميين يعطي الإذن بخروج مرت نتنياهو ضد الزور، قال لها كنكتة يعني، قال لها شوف تتبعي يعني تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم القساميين إذا كنت تستطيعين الخروج أم لا. هذا توازن الرعب، هذا التوازن العسكري الاستراتيجي الذي يحصل، وإسرائيل مستعدة أن تتنازل. أنا متأكد لو كانت تضمن بأن كل القوى التي تواجهها عسكريا على الأرض أنها ستكف، فهي تعطي القدس، والله تعطي القدس، تأخذ يعني القدس الغربية وتعطي القدس كاملة. نحن أمام أمر عظيم لا يعني ننقص منه شيئا. هناك أمر بسيط بس، يعني أنا أرجو من ضيفك الكريم ويعني الجميع أن يضعوا الفاعلين أمام الجمهور. يعني مثلا قيس سعيد، لماذا نستبعد دور فرنسا؟ هو الذي زار فرنسا، حتى الزيارة كثير ناس اعترضوا عليها، فيها أشياء عجيبة، فيها احترام زائد لفرنسا التي هي في النهاية مستعمرة كانت في تونس، إلى ما إن هناك دور لفرنسا فيما يفعله طيب دكتور سعيد. نعم. هناك دور للعسكر، عفوا للعسكر، يعني الآن فقط نلمح أن والله قيس سعيد وراء قوة أي قوة. بعدين أمر آخر عن الثورة السورية لو سمحت لي هيك على السريع، أنه لم نفرز بين القوى بين قوسين المتطرفة وبين الجيش الحر. يا جماعة نحن نتحدث عن 95% بجيب لكم إياهم بالعدد والرقم، 95% من شعبنا إذا كان قوة مسلحة فهو جيش سوري حر عظيم، والباقي ثوار بمظاهراتهم وصمودهم كحاضنة شعبية في الداخل السوري. قضية أن نكرر أنه ما انفرزوا الإرهابيين أو المتطرفين، يا أخي عددهم أصلاً قليل، داعش أصلاً هي عدوة للشعب السوري المنتفض العظيم، وأصلاً قتلت من شعبنا المنتفض الشيء الكثير. طيب. هذه الأمور يعني لابد من توضيحها أمام المشاهد. وضحت الفكرة. دكتور خيري، في الشأن السوداني أعلن عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء. طبعا نحن نتحدث عن الأحداث التي وقعت في عام 2021، وأيضا تفعيل حالة الطوارئ، اعتقل حمدوك وأطلق سراحه بعد ذلك. لكن هل ما يجري في السودان يعني قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة؟ بمعنى أدق، هل هناك تخوف من حرب أهلية شاملة ربما لا سمح الله تحرق السودان؟ أو إذا لم يكن هناك إطار سياسي خلال الأجل القصير، خلال شهر أو شهرين، فأعتقد أن الحرب الأهلية يمكن أن تكون مرشحة، يعني باعتبار أنه يعني
على مدى 3 سنوات ليس هناك إطار حاكم للوضع السياسي في السودان، حتى الوثيقة الانتقالية تم تعديلها مرتين. طيب. وبالتالي كثرة هذا التعديل بيعني أن هناك أطراف جديدة تدخل العملية السياسية ولها مطالب ولديها سلاح، ولذلك إذا لم تكن الاتفاقات السياسية مرضية لها سوف تنسحب منها، وهي أصلا في مناطق سواء في مناطق الغرب أو في الوسط أو في الشرق أو في النيل الأزرق. نعم. وبالتالي هنا قدرة الجيش أو المجلس العسكري على استيعاب كل مطالب هذه الأطراف أعتقد أنها هي محل سؤال، ويمكن الإجابة عليه أو لا يمكن الإجابة عليه خلال الفترة القصيرة القادمة. طيب. يعني مثلا في عام 2021 كل الأطراف السودانية عقدت اتفاقات ثنائية وإعلان مبادئ واتفاقية وتفاهمات، كل يعني ما يقرب من 20 اتفاقية جمعت كل اتفاقات ثنائية وثلاثية وهكذا، وبالتالي منها المجلس السيادة عقد اتفاقات مع بعض هذه الحركات، منها الشهير في جوبا وأيضا في جوبا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. من هنا السؤال هو إذا ما انفرطت كل هذه الاتفاقات أو التفاهمات كل الحركات ترجع للسلاح تاني، وبالتالي حمدوك الآن يراهن على بيعتبر نفسه عنصر ضغط على مجلس السيادة، يا إما توافقوا على شروطي يا إما أنا مستقيل. مستقيل معناها هي نوع من التهديد إلى أن تكون يعني كل حركة أو كل حزب يشوف مصلحته بنفسه. ما يتعلق بهل هذا الحراك يؤدي إلى تماسك الدولة أو انفراط الدولة، نعم. أعتقد أنها أسئلة مفتوحة. إنما الراجع إذا لم تستطع الحكومة المركزية أو الحكومة الانتقالية التعبير عن مطالب كثير من الأطراف، فأعتقد أن هناك لا يتوقع أن يحدث كما حدث في 1986 أو فيما يعني بعد 3 سنوات حدث انقلاب. الانقلاب هذه المرة إذا حدث أعتقد أن الأمور مختلفة عن عام 89. يعني كان هناك عام 89 3 أطراف فقط، الجبهة الإسلامية الجبهة الإسلامية وحزب البعث والقيادة العامة للجيش. هنا نتكلم عن أكثر من 10 أطراف. فبالتالي كل طرف يمكن أن يذهب إلى نقطة أخرى. ما يتعلق بهل يمكن إصلاح أو تحول ديمقراطي أو الاستمرار في حكم آخر عبر انتخابات بشكل ما. ما يحدث من مظاهرات الآن هو المشكلة المعضلة التي تعرضت لها المرحلة الانقلابية ما بعد البشير، مرحلة انتقالية ما بعد البشير. هو أن من جاءوا للسلطة هم من كانوا ضد البشير وكان شغلهم الشاغل ليس بناء الديمقراطية وليس بناء المرحلة التالية، ولكن تحت إزالة التمكين تفرغوا لهذه النقطة ولم يبنوا أحزاب ولم يبنوا حركات سياسية ولم يساعدوا الشباب على التنظيم الذي قاموا بالاحتجاج في ديسمبر سنة 19 ومن هنا سنة 18. وأعتقد أن المسألة الأساسية إذا لم يكن هناك كتلة حزبية قوية تستطيع الانتقال أو تأمين النظام السياسي، فبالتالي نحن الأسئلة كثيرة مفتوحة على يعني درجة ما من الفوضى. يعني مثلا الحزب الاتحاد يؤيد المرحلة الإجراءات التي عملها البرهان، وأحزاب اليسار لا تؤيد، والأحزاب لها مكون مدني ومكون عسكري مسلح هي تقف يعني إذا حققت مطالبها فهي معه وإذا لم تحقق. طيب. فبالتالي نحن هنا أمام يعني خريطة فسيفسائية وكل الاحتمالات مفتوحة دكتور. مفتوحة نعم. طيب دكتور أسامة، في الأسئلة العمومية ونحن نتحدث عن تطورات الأحداث العربية لعام 2021، هل يمكن أن نعد عام 2021 عام نهضة وتطور أم عام إخفاق في بلداننا العربية؟ يعني بلا شك أنه هو عام ليس فقط إخفاق، لا هو انهيار وتدحرج من هاوية إلى أخرى، لا يوجد أي إنجازات، ونحن قلنا أننا لم نكن ننتظر من الحكومات الوظيفية، وأغلب الدول العربية تحكمها حكام وظيفيون، لم نكن ننتظر منهم شيئا، لكن تحرك الشعوب العربية في القضية العربية كنا نأمل منه شيء كثير، وهذه الشعوب لم تسكت، يعني تم بتر إرادتها، تم فعل الكثير. اليوم نجد حتى أن هناك
حملة أخلاقية ضد شعوبنا، نجد أن هناك من يعني أشياء موجهة يعني إلكترونية، يعني نحن يجب أن ندخل في حديثنا أمور واضحة وعميقة وخطيرة، يعني الإلحاد ينتشر الآن ضمن شعوبنا في كل مكان، لدينا آخرين يعني منغمسين في بوبجي. يا أخي أنت هل تعلم نعم أنه 20 مليون في مصر؟ يعني هذه تصريحات من أحد الوزراء ويفتخر ويقول نحن نصدر السوفت وير تبع البوبجي وأمثالها، نصدره يعني للسوق المحلية ولأسواق أخرى. لدينا 20 مليون منغمسين مدمنين على البوبجي في العراق، في سوريا، في مصر. لدينا كارثة كبيرة أخلاقية أيضا، غير قضية الإلحاد عندنا الفساد وانتشاره. أنت الآن كل هذه الأسباب ماذا تتوقع؟ نحن لا نتكلم عن أرقام بسيطة ولا عن حالات فردية، نحن نتكلم عن انهيار من هاوية إلى أخرى، انهيار أخلاقي. ماذا ترجو من شخص يعني أمس بال 24 ساعة يعني تكاد 17 ساعة هو فقط وراء الألعاب هذه، ونأخذها يعني كمثال عن البوبجي وغيرها. نعم نحن أمام كارثة حقيقية، والمؤمل منهم أن يقفوا في وجه هذا الطوفان من الرذيلة، هذا الاجتياح الخطير الممول من قبل دول كبرى وإقليمية وغير ذلك. هذا كله لا يجد من يقف أمام هذا المد، مد خطير. نحن في كارثة كبرى، لا يوجد أي إنجاز، هذا الإنجاز الفلسطيني تكلمنا عنه، لا يوجد أي إنجاز اقتصادي، لا يوجد أي قمم يعني يلقى لها البال، حتى الكلام عن مجلس التعاون الخليجي يا رجل، أنا إذا سألتك أنت قلت لك ما السبب الخلاف الخليجي؟ لن تعرف، حتى تتوقع الآن ماذا سيحصل في رأب الصدع، يعني إحنا ما عرفنا ليش تقاتلوا غير سمعنا الردح السياسي والإعلامي من الجزيري والعربي، طيب دكتور، وهوت الجزيرة والعربية بدل وراء الردح، طيب صاروا دكتور مرتاحين وخاسرين. دكتور يعني لا تعرف. هل سيكون للجامعة العربية دور مؤثر في المرحلة المقبلة في قضايانا العربية المصيرية؟ يا رجل الله يسلمك، بدي احكي كلمة، معلش أنا آسف جدا، تفي من بقك يا رجل، نعم. حتى هاي الكلمة الجامعة العربية الله أرجوك يعني شيلها من محضر الجلسة، محضر جلستنا، شيل كلمة الجامعة العربية، متى كان لها دور يا رجل؟ يا رجل ما لها أي دور، هي إذا ما كان لها دور في بعض الأحيان إيش؟ في مواجهة الثوار، في مواجهة الربيع العربي كان لها دور، بس طبعا مأمورة من قبل الحكام الوظيفيين. يعني شيلها، أرجوك شيلها من محضر الجلسة هي كلمة الجامعة العربية. نعم. لن تستطيع أن تفعل شيء، وهي عبارة عن مكون شكلي، وربما يعني بعض الدول الكبرى تريد وجود هذا المكون الشكلي اللي تستخدمه في بعض الأحيان. فلذلك الله يخليك شيل لنا هي من محضر الجلسة، ويعني فقط خلونا نضع أسباب حقيقية ولا نتكلم بالعموميات. شعوبنا تتألم، هناك حزن شديد مما يحصل معنا، الكارثة الكبرى تزداد في عام 21، تزداد الكارثة في الاتجاه الاقتصادي. انظر ماذا يحصل في سوريا، توقفت الحرب بادعاء النظام منذ سنتين أو أكثر. نعم. اليوم الغلاء في سوريا والجوع يكاد يكون أسطوري، أسطوري تماما، تابعوا هذه الأمور. لذلك قضية، أما لبنان فنفوذ إيران يعني ليس فقط من الشيعة وحزب إيران، لا، الموالين أيضا لإيران من المسيحيين وغيرهم من أن هناك محاصصة طائفية تعلمونها، هي دمرت لبنان، دمرت لبنان ولن يتوقف التدمير. طيب دمار طيب دكتور، كامل سنة. دكتور أستبيحك عذرا، صح، لدي 6 أسئلة بشكل عام ويرجى الإجابة بدقيقة واحدة لو تفضلتم بذلك. أبدأ مع الدكتور خيري. دكتور، ماذا تتوقع في العام المقبل؟ هل سيطرأ تغيير على الساحة السياسية في بلداننا العربية؟ بدقيقة لو سمحتم. لا أعتقد أن التغيير بطيء بطبعه يعني. طيب. وأن فكرة أن هناك تغييرات سريعة، لا أعتقد بذلك، لأن إذا قلنا أن بعض البلدان يعني مستقرة ولديها حكومات وتستطيع الأداء بشكل ما سواء اتفقنا معه أو لم نتفق، نعم، فإن هناك ثقوب كثيرة يعني ما زالت مفتوحة أو دماء تنزف. فبالتالي في ظل هذا الوضع أعتقد يعني عامة مصر لا تستريح، وسوريا بهذا الوضع جيوستراتيجيك يعني، وأيضا اليمن هناك مشكلة في جنوب البحر الأحمر، وبالتالي عملية التأثير والتأثر يعني إذا لم تحل هذه المشكلات فأعتقد أن التقدم سوف يكون أقل ما يمكن. دكتور أسامة، هل ستضرب إيران في العام المقبل؟ تعتقد ذلك؟
على فكرة هذه الضربة قد تكون وشيكة حتى يعني خلال أسابيع أو أشهر، لأنه الدولة العميقة في إسرائيل تضرب أي سلاح من حولها حتى لو كان بأيدي من كان، حتى لو من جنود إبليس يعني مثلا، فهي ستضرب كضربة استباقية، لكن لن تؤثر على التحالف الأمريكي الإيراني، الأمريكي الإيراني والتفاهمات الإسرائيلية الإيرانية غير المعلنة. هذا كلام يحتاج إلى حلقة كبيرة. ما شاء الله حلقتكم قد ما متخمة في بالمواضيع، يعني تحتاج صدقا إلى 20 ساعة صحيح متواصلة. بكل الأحوال صحيح إيران قد تضرب، لا يعني ذلك أنها خارج المحور والتفاهمات مع أمريكا ومع إسرائيل من تحت من الطاولة. سيقوم بضربها دكتور أسامة، الكيان الصهيوني إسرائيل أم الولايات أصلا؟ المتحدة؟ لا لا لا، الكيان الصهيوني بمساعدة لوجستية ومعلوماتية من أمريكا أصلا، الكيان الصهيوني سيضربها، طيب وستكون هناك ضربات انتقامية كما حصل في عين الأسد، وأنتم العراقيون تعلمون المهزلة في الرد نعم الإيراني على الكيان السليماني، ضربوا مناطق فارغة، ما انشرح ولا واحد، أصبع جندي أمريكي ما انجرح. طيب فكمان إسرائيل تتعرض إلى قصف يعني بالصواريخ ربما، طيب وبجوز ينجرح 5 6 وواحد يموت بالجلطة. دكتور أود سؤالكم على الأزمة السورية، ولكن دعني أنتقل دكتور خيري بدقيقة، هل سيتم تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في العام المقبل؟ يعني شيء لا يمكن، يصعب توقع ذلك، لأن ده بيتوقف على قدرة البسطاء وقدرة الاستقرار أو عدم الاستقرار في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. طيب يعني إذا ما طرحت يعني مشت قضايا السلام أو تصاعد التهديد لإسرائيل، أعتقد أن هنا يمكن أن تكون هناك فرصة أكبر لتبادل الأسرى، وخصوصا أن إسرائيل لا تتحرك إلا تحت ضغط، سواء ضغط مجتمعي من الإسرائيليين نفسهم أو من المحيط الدول المحيطة بها، ليس قطاع غزة فقط. أعتقد أن مسألة ما يمكن تسميته بالاسترخاء أعتقد لا سوف يؤجل موضوع الصفقة. طيب دكتور أسامة، كيف ستحل الأزمة السورية من وجهة نظركم بدقيقة لو تفضلتم؟ نعم، أنا كنت أركز على الجهود الشعبية، لا تأمل ولا يعني تعتمد أبدا على جهود حكام سيحسنون أي وضع بأي اتجاه، لا اقتصادي ولا سياسي ولا غير ذلك. لذلك أقول وأنا مسؤول عن كلامي، الزخم الثوري السوري الشعبي موجود ما زال، يحتاج إلى تنظيم وترتيب، ويحتاج أيضا في الخارج إلى كنس لهؤلاء يسمون أنفسهم معارضة ومتابعون لدول إقليمية كبرى، ومنهم من هو تابع لنظام بشار الأسد، نوع من الانتساس. هذا هي قضية أمنية وقضية حرب التحرير أيها الأخوة. نحن أمام يعني احتلال، والاحتلال ليس أمام يعني أمامنا أمر مكلف، ولكن لسنا إلا أمام حل واحد، المواجهة العسكرية بطريقة حرب العصابات كحرب تحرير ضد الاستعمار الروسي والإيراني. دكتور خيري، سؤالي الأخير إلى حضرتك، هل ستكون هناك ثورة في تونس كتلك التي شاهدناها في الأعوام الماضية؟ من الناحية الاجتماعية والسياسية أعتقد ليست الأمور جاهزة لحدوث ثورة، نعم، ولكن إذا ما كان هناك يعني تفهم من كل الأطراف المختلفة يمكن يصلوا إلى تفاهمات سوف تبطئ الأزمة أو تخفف من الأزمة في فترة قصيرة. التحدي الأساسي في تونس هو عملية تجديد النخبة السياسية. طيب يعني إذا لم تجدد النخبة السياسية فستظل الأمور كما هي. طيب أنا أشكرك دكتور خيري عمر الباحث في دراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا دكتور، كما أتوجه بشكر الجزيل إلى الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، حدثنا عبر سكايب من أمستردام. شكرا جزيلا دكتور أسامة، والشكر موصول لحضراتكم أعزائنا المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.